طيب معايا عبر الهاتف الآن كابتننا الكبير كابتن طارق مصطفى مدرب منتخب مصر الأسبق. كابتن طارق مشرف ومنور. حبيبي يا كابتن، انت اللي دايما منور الشاشة، وبالتوفيق ان شاء الله. يا رب يخليك يا طارق، فرصة كمان وعارف وانت ان انت معاك نجم كبير النهارده، هيبقى معايا بعد لحظات الهداف الكابتن الكبير، الكبير كابتن بتاعنا الكبير بتاع عبد الحميد الزمالك. بسيوني. بالظبط، تحياتي ليه يا عبد الحميد، من الشخصيات المحترمة اللي انا بحبها على المستوى الشخصي. واول ما جه الزمالك انا من الناس اللي احتضنته، يعني هداف كبير، وبالتوفيق ان شاء الله حلقة مميزة ان يا شاء رب الله. يخليك يا طارق، هوصل له تحياتك بعد لحظات ان شاء الله لما يكون ضيفنا في البرنامج. طيب بدايه كده فرصه وانت معايا نقدم التعازي في ضحايا المغرب وايضا ليبيا بعد كوارث طبيعيه، يعني في ضحايا كثيره وايضا مصابين كثر، يعني تقدم التعازي معايا كمان وانت واحد من الناس المحبوبه جدا تحديدا في المغرب كابتن طارق. طبعا يعني احنا شعب واحد كلنا، طبعا الله يكون في عونهم. يعني كانت مفاجأة بالنسبة لنا كلنا، اذا كنت بتتكلم على المغرب او اذا كنت بتتكلم على ليبيا. ربنا يرحم الناس اللي توفاها الله ويشفي كل مريض، لان الموضوع كان صعب جدا وكان فيه مفاجأة كبيرة جدا. ولكن بتمنى من ربنا سبحانه وتعالى ان الايام الجاية كلها تكون خير على الأمة العربية والإسلامية، وما يكونش فيه مشاكل ولا ضرر لأي حد. ان شاء الله يا رب. كانت صعبة الظروف بالنسبة لهم، حتى المباراة اللي كان عندهم مباراة ساعتها مع الأيبيريا اتأجلت صحيح في التاني يوم تقريبا، صحيح صحيح، ولعبوا هم النهاردة، حتى المنتخب لعب النهاردة بره ملعبهم، لعبوا في فرنسا، لعبوا مباراة بوركينا فاسو، صحيح كنت بتابعها عشان احنا كمان بوركينا فاسو هنلعبه، فكنت بشوف المنتخب ومدى الإمكانيات اللي موجودة عنده. ولكن زي ما بقول لك، كل التعازي شعب المغرب وشعب ليبيا، ربنا ربنا يعدي على يرحم خير ان الجميع، شاء الله الفتره الجايه علينا ربنا كلنا. يرحم الجميع كابتن طارق. طيب عايز اخد رايك النهارده فيما حدث في مباراه منتخبنا الوطني والمنتخب التونسي والخساره بثلاثيه مقابل هدف. يعني انا توقعت بصراحه المباراه هتبقى صعبه على منتخب مصر، خاصه ان انا ما شفت مباراه مع المنتخب الاثيوبي، وانا حتى كنت في احدى القنوات وقلت ان ثلاثة بس من المنتخب المصري اللي جاهزين، اللي عندهم لعبوا مباريات رسمية. بتكلم على حمدي فتحي مع الواكرة، بتكلم على مرموش، بتتكلم على مصطفى محمد، وقلت الباقي كله هيعاني، لأن بقاله فترة كبيرة جدا بعيد عن المباريات الرسمية، ودي صعب إن أنت تبقى بقالك فترة ما لعبتش ولا مباراة رسمية. صحيح، عكس كل المنتخبات اللي هتلعبك كلها، أعتقد إن هي لعبة ثلاث أربع مباريات، فدي هتاخد وقت وهتاخد صعوبة. ولكن الأداء ما كانش كويس بصراحة، ولكن النهاردة بالنسبة لي قلت إن مباراة تونس هتكون مباراة في المستوى 50-50 في المستوى، عندهم لعيبة كواليتي عالي. تعرف إحنا شمال أفريقيا دايما المباراة بتبقى ودية رسمية، بتاخد الطابع الرسمي يعني. صحيح صحيح، بصراحة هم طريقة اللعب اللي لعبوا بيها النهاردة، وأنا يمكن اتكلمت في دي من فترة، وقلت إن مستر فيتوريا مدرب كويس، ومدرب أنا بيعجبني في طريقة كلامه، ولكن لسه ما لعبش مباريات قوية إن أنت تقدر تحكم عليه بشكل كبير جدا. كل مباريات المستوى مش بالنسبة لنا، مش هو، ولكن النهاردة تحسب له بصراحة. عمل حركة النهاردة وأنا بتفرج على الماتش. أيوه بعد ودي الهدفين، مدرب، نعم، بعد الهدفين، بعد الهدفين، لان صحيح. طريقه اللعب هو تفاجئ بطريقه لعب تونس، صحيح، اعتقد ما كانتش متحضره قبل المباراه، ما كانتش متحضره ان تونس بتلعب بثلاثه ورا، 3-4-2-1. النهارده اللي مسكني اصلا مش راس حربه، لعب راس حربه وهمي، صح، لعب كويس من افضل اللعيبه اللي موجوده طبعا. هو كان معايا منذ لحظات، بالمناسبه يوسف المساكني كان معايا منذ لحظات على الهاتف وقال لي احنا ما توقعناش الاداء ده من المنتخب المصري النهارده يعني. بالظبط، عشان كده انا بقول لك والله يا كريم انا عاذره في حته ان اللعيبه المباريات ما فيش مباريات رسميه بشكل كبير جدا. بتتكلم على صلاح ومرموش النهارده ومصطفى محمد الجزء الاخير، ولكن برضو تشكيل المنتخب النهارده او طريقه لعب المنتخب النهارده هو تدرجها بعد 10 دقائق. صحيح، يعني هو قال حتى الاجابه يقعد يعمل ان هو مصاب، ودي لازم ده ذكاء من مدرب، بيحصل كتير للمدربين اللي يبقى خلاص اتفاجئ بطريقه لعبه معينه، اتفاجئ بفرقته مش هي، يبدا يغير. هو لما حط عمر كمال عبد الواحد ناحيه اليمين، وحط ناحيه الشمال، وحط بيكهام ناحيه الشمال، وعمر كمال لعب واحد يمين، هو غير في التكتيك ولعب بالطريقه اللي هي بتلعب بيها منتخب تونس. ايوه اللي هي ثلاثه ورا، صحيح، ثبت بيكهام ولعب
علي جبر. بعلي جبر صحيح. ولعب النهارده بيكهام وعلي جبر كانوا حسام عبد المجيد. عبد المجيد كانوا في خط الدفاع، وخلى مرموش هو اللي ياخد الجنب الشمال كوينج شمال، صح. وخلي ناحيه وناحيه اليمين عمر كمال عبد الواحد، ودخل صلاح من جوه هو وزيزو تحت مين وقدامه مصطفى محمد، وخلى في الدايره حمدي فتحي وطارق حامد. هنا بصراحه هنا لعب بنفس الطريقه، طريقه 3 4 2 1 عندها مشكله دفاعيه، ان الاطراف عندهم ورا الباكين بتبقى في مساحات تقدر تستغلها لو انت بتلعب الكره الطوليه في المساحات وعندك ناس سرعات على الجناب، صح. هي اللي حصل بصراحه، هو قلب طريقه اللعب واشتغل. دي حاجه تحسب له انه قرى الجين بعد 10 دقائق. ايوه دي نقطه كابتن طارق كويس ان انت اشرت ليها، عشان انت برضو مدرب كبير، يعني مش كتير من المدربين اللي بياخدوا قرار ان هم يغيروا طريقه اللعب بتاعتهم بسرعه كده. يعني في مدربين بيتفاجئوا زي اللاعبين، يعني اول 10 دقائق دخل فيها هدفين تلاقيه قاعد بيفكر كتير وسرحان كتير، ما بيتداركش الامر الا مثلا بين الشوطين. ده على فرض يعني لا ده ممكن يعمل ايه كمان، ده ممكن يعمل ايه يا كريم، ممكن يروح مخرج مدافع ومنزل مهاجم ويفتح الملعب اكتر، وممكن يعمل له مشاكل في نص الملعب، صح. فبصراحه هو عجبني دي، صح. انا قلت بقى يا كريم، قلت قبل كده ايه، قلت انه لازم هو مصمم على طريقه 4 3 3 من اول ما جه. هو النهارده كان بيلعب بيه طارق حامد في الدايره، وحمدي فتحي وزيزو الاثنين بيكملوا يعملوا نمره 8، صحيح. لا انا بشوف بصراحه نمره 8 مش موجوده كتير في لعيبه مصر بصراحه، بكلمك بصراحه، صح. طريقه 4 3 3 لما تيجي تلعب بيها قصاد الطريقه دي لا صعبه. عايز تلعب بالطريقه دي تلعب 4 2 3 1 عشان تبقى انت الراجل اللي بيستلم في ظهر النمره 10 اللي بيستلم ورا الديفندرين، يا اما تلعب بنفس طريقته. هو لعب بنفس طريقته، عشان كده انا قلت من فتره كريم لازم الراجل يلعب باكتر من طريقه في اثناء الجيم نفسه، خاصه ان انت بتلعب منتخبات وبتلعب فرق مش قوي، صح. لازم تغير طريقه اللعب، مره تلعب بثلاثه ورا، مره تلعب 4 2 3 1، لانك دايما هتبقى مغلوب. طب انت هتعمل ايه؟ تشتغل بنفس طريقه؟ ما هي دي بقى دي ميزه، عايز اجازف. دي ميزه بقى المباريات الوديه يا كابتن طارق، اللي بتخليك تحطك في مواقف وتخليك تغير وتخليك تجرب وانت مطمن على السوق. خد بالك برضه حتى لو كان بيلعب مباريات سهله الفترات الماضيه، فمعظمها كانت مباريات رسميه في تصفيات كاس الامم، فبرضه احيانا المدربين يقول لك ايه، لا انا ما اخدش الريسك حتى لو مباراه سهله على الورق واخد بيها الريسك، لكن هي دي ميزه بقى المباريات الوديه. بس انا ممكن يا كريم اخده في مباراه رسميه لو انا شايف حاله الخصم بالنسبه لي ايه، وان انا مستريح كسبان 2-3-0، ممكن اجي في اخر 20 دقيقه العب بالطريقه اللي هي عايز ممكن أجربه. اطلع بالمباراه كسبان، وممكن انا استفاد من المباراه، صح. دي رسميه، صح يعني عندك، فاهم اقصد ايه؟ لانك هتقابلك ظروف كتير في الماتش لو انت مش قاري. هو عجبني، انا قلت لك هو عجبني في ان هو بعد 10 دقائق تيجي راح مغير، صحيح. جاب بيكهام حطه مساك بعد ما كان بيلعب باك، وبعد عمر كمان واحد خلاه وينج، وخلى مرموش عمر يعملها كويس، صحيح. عمر يشتغلها كويس، لان دي محتاجه عنصر السرعه وتبقى دايما فاتح على الخط، صح. عكس مرموش اللي دايما بيخش لجوه، فدي انا اشوف بصراحه. وبعدين انت كنت لازم تلعب هنا، ممكن كنت لو حطيت زيزو هو اللي طرف شمال، هو اللي يلعب على الباك، طبعا الباك رايت كشريده، لانه باك سريع وباك كويس، فتحط له عنصر السرعه مش عنصر المهاره. تعرف مين اللي يعملها؟ يزيد يكمل معاه. مين لو احنا كملنا الطريقه دي يا كابتن طارق، مش عارف انت هتقول لي صح ولا غلط، يعملها بطريقه ممتازه كمان عشان لعيبه مع المنتخب الاولمبي مع كابتن شوقي غريب، احمد فتوح. فتوح يبقى هايل، فتوح عليك نور، يبقى هايل فتوح. وده اللي انا قلت في سوري وفي الزمالك يلعب فتوح دي، ما يحطوش سته، لا يلعبوا ناحيه الشمال وينج شمال عشان يضغط على الباك، ان فتوح كويس بيخش من جوه ومهاري ويطلع من بره، وده مكانه، يعني ده مكانه، صحيح. انت فاهم دي عدلته، صح. فهو كان بيعتمد على علي معلول وبيعتمد على كشريده، بالذات كشريده يمكن علي ما كانش في الفورمه النهارده بالنسبه لي، ولكن هو برده كان بيلعب براس حربه وهمي اللي هو مين؟ يوسف اللي المسكني. هو اللي هو يوسف، يوسف المسكني، يوسف مش فيرود، يوسف تحت الفراوده، صح. فكان دايما نص ملعبهم مليان، صح. يوسف بينزل وعنده نص ملعبه اربعه في نص الملعب، فنص الملعب متاخد منك، هو مش عارف الدنيا، ولكن هو تحسب له ان هو بصراحه بعد 10 دقائق خلى الطريقه تتغير، جبل يقعد، الدكتور ينزل له، شرح للعيبه، انا شفت قلت لا عجبني، فالواحد يقول اللي ليه واللي عليه، حركه ذكيه جدا كمان زي ما انت قلت، قعد محمد ابو جبل اشرح لهم بسرعه احنا عايزين نعمل ايه، وبعد كده نرجع نكمل اللعب، وفعلا منتخبنا سيطر على باقي الشوط الاول تقريبا كليا، يعني بالظبط كده. فانا بشوف بصراحه اللعيبه مع فورمه المباريات بصراحه اللي جايه والبطوله والدوري يشتغل ان شاء الله، واللعيبه المحترفين اعتقد الاداء اللي حصل في الماتشين دول من بطء في الحركه، وده طبيعي جدا، المباراه الرسميه غير التمارين غير
الماتشات الوديه اعتقد الامور الفتره الجايه هتبقى افضل واحد. طيب كابتن طارق، بما انك شفت مباراه بوركينا والمنتخب المغربي، للمباراه اللي اقيمت بين المنتخبين، شفت المنتخب البوركيني ازاي منافسنا في تصفيات كاس العالم؟ المنتخب البوركيني قوي جسمانيا، دي رقم واحد. بيشتغلوا بعنف كبير جدا، لان في اثنين بيلعبوا، واحد كان بيلعب معايا في اولمبيك اسفي وطارا، والتاني دايو بيلعب في خط الظهر، بيلعب في نهضه بركان، فبالتالي هم عندهم مشاكل في خط الظهر، بيحبوا يحضروا الكره من تحت بشكل مبالغ فيه.